تجربة مثيرة جداً لمجموعة من العلماء بيقوموا بتدريب الفئران للاعتماد عليهم في العثور على ناجين من مناطق الزلازل، والعالم كله كان بيشير الأخبار دي في الـ 48 ساعة اللي فاتوا. فكرة أنه الفار اللي احنا طول عمرنا عارفين أنه يستخدم في التجارب أو أنه الإنسان بيقوم بالتخلص منه، إزاي العلم والعالم النهاردة اتطور لدرجة أنه يقدر يستفيد من هذا الكائن في أنه يقوم بالتدليل على وجود ناجين في مناطق معينة. شايفين اللي على ظهر الفار ده، دي عبارة عن حقيبة صغيرة جدا. الحقيبة دي بيحطوا فيها زي مايكروفونات، الميكروفونات دي بتخلي فرق الإنقاذ قادرة تحدد مكان الناجين، ومش بس تحددها، تتكلم معاهم كمان، وده بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية. طبعا احنا بنتكلم عن فئران مدربة، فئران يعني التعامل معاها بيكون بعد فترة طويلة من التدريب. الميزة في الفئران ممكن ان هي على عكس الكلاب مثلا او الحيوانات الاخرى بتقدر تدخل في مناطق صغيرة جدا، مش محتاجة حيز كبير او فتحات كبيرة عشان تقدر توصل بيها في البحث ايضا عن ناجين وغيرها. معروفة ايضا ان هي ليها القدرة على حاسة الشم قوية لدرجة كبيرة، وبالتالي هي فعالة للغاية في الأبحاث في استخدامها في هذه الأمور. الأبحاث أو علامة الأبحاث، الدكتورة دونا كين بدأت العام الماضي العمل على مشروع هيرو راتس، أو المشروع كان عنوانه هيرو راتس، للاستعانة بالفئران في عمليات الإنقاذ. هيرو راتس يعني الفئران الأبطال. حاليا بيقوم العلماء بإرسال الفئران لحطام وهمي من أجل محاكاة استجابة إنقاذ لكارثة طبيعية. وضحت دونا كين أنهم بيقوموا بتدريب القوارض على الاستجابة للصفير عشان يرجعوا للقاعدة، ولحد النهاردة تم تدريب 7 فئران على هذه المهمة.